خليني أعرفكم على قسم لوجستيات التجارة الدولية. هو قسم جديد في الكلية، طبعا مستغربين ليه بنقول عليه قسم جديد. هو جديد لأننا عملنا بحث عن متطلبات السوق وغيرنا المواد علشان الخريج من القسم ده يقدر يحصل على أكتر فرص عمل وعلم ممكن. طب إيه هي إدارة لوجستيات التجارة الدولية وإيه أهميتها وتفرق إيه عن إدارة الأعمال؟ في حاجة في عالم الأعمال النهاردة اسمها السلاسل اللوجستية، اللي هي Logistics Chains، داخلها كل عناصر الأنشطة اللوجستية زي إدارة المشتريات والتوزيع وإدارة النقل الدولي، ودي بتربط كل نقط الأعمال ببعض. وطبعاً النهاردة شايفين العولمة اللي هي Globalization، اللي خلت الدنيا كلها قريبة من بعض. بقينا بزرار في الموبايل نقدر نعمل شغل، نفتح شركة، نحول فلوس، نتواصل مع موردين من دول مختلفة، ونقدر كمان نعمل أبليكيشن توصل كل ده ببعض. لأن في مواد ملائمة لسوق العمل النهاردة زي الديجيتاليزيشن اللي هي الرقمنة، ودي بتتقدم في مادتين. وفي كمان ريادة الأعمال، ودي بتتقدم في مادة لوحدها ينفرد بيها القسم، والمادة دي بتساعدك تتخرج وانت عامل المشروع أو الستارت اب الخاص بيك، لأن القسم بيقدم لك ده من خلال ورش عمل كتير وتدريب تعليمي في معظم المواد، وبالتعاون مع مركز ريادة الأعمال في الأكاديمية. كمان في مواد بتنقلك للعالم من خلال تدريبك على فهم الثورة الصناعية الرابعة وممكن نستفيد بيها إزاي. في نفس الوقت القسم بيساعدك تتعرف على كل المعاملات اللوجستية اللي بتحتاجها، فبتتعرف من خلال المواد المختلفة للقسم على التخزين، التوزيع، المشتريات، معاملة الموردين، المشكلات الدولية وتأثيرها على التجارة، وإزاي تتعامل في المواقف المختلفة. أكيد دلوقتي بقى واضح الفرق بين إدارة لوجستيات التجارة الدولية وإدارة الأعمال. إدارة اللوجستيات الدولية هي إزاي أقدر أشتغل دوليا ومحليا وأتغلب على مشكلة الزمان والمكان والقواعد المنظمة للتجارة بشكل عام. طيب هتشتغل إيه بقى لما تتخرج؟ لما تتخرج هتبقى فاهم كويس قوي في اللوجستيات بكل أشكالها وفي اللوجستيات بشكل عام، وده حاجة صعب تلاقيها في أماكن تانية، لأن عدد الخريجين في مجال إدارة اللوجستيات التجارة الدولية قليل، يعني أنت مش هيبقى فيه منك كتير، وسوق العمل بقى فاهم النهاردة أهمية لوجستيات التجارة الدولية، وبقى فيه احتياج قوي للتخصص، وخصوصاً مع فيروس كورونا وأهمية اللوجستيات علشان الشركات تقدر تحافظ على استمرار أعمالها وتكمل شغل برغم المحظورات الكتير اللي سببها الفيروس. ده باختصار شغل إدارة لوجستيات التجارة الدولية. من الحاجات اللي تميزك كخريج من قسم إدارة لوجستيات التجارة الدولية إن تخصصك نادر جدا والطلب عليه كتير، فمثلا ممكن تشتغل في مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والمشتريات واللوجستيات والتسويق اللوجستي اللي موجود في المنظمات الكبرى والشركات الدولية والشركات متعددة الجنسيات والمواني، وفي العمليات البنكية المتعلقة بإدارة الأنشطة التجارية الدولية زي الائتمان، المعاملات التجارية الدولية، إنجاز الاعتمادات المستندية وشركات التأمين. القسم بيقدم برنامج عربي وبرنامج انجليزي الاثنين بنفس الكفاءة ونفس المحتوى، فالاختيارات عندك كتير وتقدر تختار اللي يناسب خططك وطموحك لمستقبلك المتميز. آخر حاجة عايزين نوضحها ان القسم بيقدم مسارين، مسار التخصص العام وهو الميجر وده بيبدأ من ترم ثالث، ومسار فرعي اللي هو الماينر وبيبدأ من ترم خامس. فأنت ممكن يبقى الميجر بتاعك إدارة لوجستيات التجارة الدولية وتقدر تختار الماينر من أي قسم تاني، أو يكون الميجر من أي قسم في الكلية ويبقى الماينر إدارة لوجستيات التجارة الدولية.